Oh wow, I have to go to Syria again. ما لك مصلحة لا هون ولا هون. اليوم موضوع حلقتنا عن حرية التحبير. ما لك مصلحة تعبر عن حريتك وانت بسوريا. ابن عمي جيمس وصل من امريكا، تعالوا نستقبله. حمار ابن عمك بعد شوي يوصل من امريكا، لازم ننزل نجيبه. لازم نفتله بسوريا ونرجيه سوريا. هذا متغرب صار له من لما ولد بامريكا. قاعد من الصبح تاكل بوظه حاج. ولد عمك جيمس. الو جيمس وصلت؟ قوم خذ ابن عمك، قوم هو تحت. ونحن كمان عنا حرية. شو نفكر نحن نوقف من سوريا ونسب الرئيس الامريكي؟ ما حدا يحكي معنا شيء. يعني قول كمان ونحن كمان عنا حرية التعبير وفينا نسب مين ما بدنا، نسب حالنا ايمت ما بدنا، يعني من شغل تمام ايمت ما بدنا. شو هذا؟ ونحن كمان فينا نسب الرئيس.